مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من سلسلة تاريخ الكان المخصص للنسخة 18 من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. بعد كان 90 في الجزائر جاء الدور على السنغال لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا في نسختها رقم 18، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 26 يناير عام 92. نسخة استثنائية بامتياز، لا سيما وأن عدد المنتخبات المشاركة فيها بلغ للمرة الأولى في تاريخ المسابقة 12 منتخبا، كما لعبت التصفيات بنظام المجموعات والتي شهدت انسحاب منتخبات السيشيل والموريشيس إلى جانب ليبيريا. ونجح المنتخب المغربي في بلوغ النهائيات من بوابة المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف المتصدر الكوت ديفوار. كما توزعت المنتخبات 12 على أربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى منتخبات السنغال ونيجيريا كينيا، والثانية المغرب والكاميرون إلى جانب زاير، فيما تكونت الثالثة من الكوت ديفوار والكونغو والجزائر، في حين عرفت الرابعة تواجد غانا وزامبيا فضلا عن مصر. المنتخب النيجيري وصيف نسخة 90 تصدر مجموعته الأولى بانتصارين متبوعا بالسنغال، فيما تزعمت الكاميرون المجموعة الثانية وخلفها الزاير، في حين ودع المنتخب المغربي البطولة باكتفائه بالمركز الثالث بعد أن انهزم أمام الكاميرون في الجولة الأولى بهدف دون رد، قبل أن يتعادل بهدف لمثله مع زاير من تسجيل اللاعب سعيد الركبي في الدقيقة 89. أما المجموعة الثالثة فعرفت تأهل الكوت ديفوار في الصدارة وخلفه الكونغو، علما أن حامل اللقب المنتخب الجزائري خرج بدوره من المسابقة بعد احتلاله المركز الأخير بتعادل بهدف لمثله مع الكونغوليين وخسارة بثلاثية نظيفة أمام الفيلة. غانا هيمنت على المجموعة الرابعة بانتصارين متبوعة بزامبيا التي انتصرت على مصر الأخيرة التي غادرت السباق بصفر نقطة. في مرحلة ربع النهائي والتي أجريت للمرة الأولى في تاريخ الكان حينها، تأهل منتخب نيجيريا على حساب زاير بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي عبرت من خلالها الكاميرون لمربع الكبار على حساب صاحب الأرض منتخب السنغال إلى جانب الكوت ديفوار أمام زامبيا، فيما انتصرت غانا بهدفين مقابل هدف واحد ضد الكونغو. في المربع الذهبي خطف منتخب النجوم السوداء بطاقة التأهل الأولى للمشهد الختامي بعد أن قلب تأخره بهدف دون رد أمام نيجيريا لانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. وفي المباراة الثانية تأجل الحسم في المواجهة أو في مواجهة الكاميرون والكوت ديفوار لركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف، والتي ابتسمت لمنتخب الفيلة بنتيجة 3-1. في 26 من شهر يناير كان ملعب سيدار بدكار مسرحا للمباراة النهائية بين الكوت ديفوار وغانا، والتي كانت تفاصيلها مثيرة ومشوقة. فبعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف امتدت إلى الأشواط الإضافية قبل أن يفشل كل طرف في هز مرمى خصمه، لتكون ركلات الحظ هي الوسيلة الوحيدة للحسم في هوية البطل. وبعد مشوار ماراثوني استطاع المنتخب الإيفواري حسمها بنتيجة 11-10 ليحقق بالتالي لقبه القاري الأول، فيما حسمت نيجيريا مباراة الترتيب بهدفين مقابل هدف واحد أمام الكاميرون. وشهدت النسخة السنغالية تسجيل 34 هدفا بمعدل بلغ 1.7 أهداف لكل مباراة، علما أن النيجيري راشيد يكيني تربع على عرش قائمة الهدافين آنذاك برصيد 4 أهداف، فيما اختير الغاني أبي ديبولي كأفضل لاعب. نسخة السنغال انتهت واتجهت الأنظار بعدها لتونس التي اختيرت لتكون مسرحا لكان 94. التفاصيل وأبرز الأحداث في العدد القادم، إلى اللقاء.